الأخبار الاقتصادية. أهلا بكم. ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في البورصة الرئيسة في بغداد وكردستان العراق. وسجل الدولار الأمريكي في بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد 1475 دينارا عراقيا منخفضا عن سعر أمس، بينما استقرت أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 1480 دينارا عراقيا للدولار، بينما بلغت أسعار الشراء 1470 دينارا عراقيا للدولار الأمريكي. أما في أربيل فقد شهدت أسعار الدولار ارتفاعا، حيث بلغ سعر البيع 1476 دينارا لكل دولار، وبلغ سعر الشراء 1474 دينارا لكل دولار. قال شركة الحفر العراقية التابعة لوزارة النفط الحالية إنها بدأت في أعمال الحفر للبئر الأولى ضمن مشروع حفر 20 بئرا نفطية في حقل الناصرية النفطي في محافظة ذي قار. وأضاف مدير عام الشركة عباسم عبد الكريم أن المشروع يأتي ضمن العقد المبرم مع شركة نفط ذي قار بالتعاون مع شركة وذرفورد العالمية لتقديم الخدمات النفطية. وأشار عبد الكريم إلى أن العمق المخطط للبئر هو 2100 متر، كما قامت الشركة بتخصيص 4 أجهزة لتنفيذ المشروع بفترة زمنية لا تتجاوز 18 شهراً. شهدت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا قفزة إلى أكثر من 16% بسبب رفض بلغاريا وبولندا سداد ثمن الغاز الروسي بالروبل. وفي المقابل قررت شركة غاز بروم الروسية وقف الإمدادات لبلغاريا وبولندا رداً على قرار امتناعهما عن سداد نفقات الإمداد بالروبل. وشهدت تعاملات البورصات الأوروبية قفزة في أسعار عقود الغاز بأكثر من 16%، وتجاوزت مستوى 1300 دولار لكل 1000 متر مكعب. واصلت أسعار النفط مكاسبها في التعاملات الآسيوية مع تحذير روسيا من خفض إمدادات الغاز إلى بولندا وبلغاريا. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتاً أو 0.42% إلى 105 دولارات و43 سنتاً للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتاً أو 0.20% إلى 100 دولار و95 سنتاً للبرميل. وحذر صندوق النقد الدولي من أن آسيا تواجه توقعات تضخم مصحوبة بركود مع حرب أوكرانيا وارتفاع أسعار السلع الأساسية وتباطؤ في الصين خلق حالة من عدم اليقين. والآن إلى أسعار العملات والمعادن. إلى اللقاء.